معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن باسم السبكي، المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الترجي التونسي الفائز ببطولة أفريقيا مؤخرا على حساب نادي الزمالك وأيضا البطولة العربية. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم جميعا. أنا بهنيك وببارك لك، يعني اسم مصري مشرف في كل مكان في الدنيا. الحمد لله رب العالمين. طبعا حاجة تشرفني إن أنا قدرت أعمل النتائج الكويسة مع فريق الترجي من ساعة ما رحت لهم، يمكن من بقالي معاهم موسم ونص. فحاجة يعني أنا أفتخر بيها إن أنا شغلي ظاهر بشكل ده، الحمد لله. حاجة عظمة جدا، ده ما يمنعش إن إحنا زعلنا شوية على الزمالك، طبعا فريق مصري ونحب إنه كان يكسب البطولات، بس حضرتك شرفتنا وعملت أداء رائع جدا ومميز جدا. طبعا احنا ممكن نتكلم على نادي الزمالك اللي هو بيتي اساسا في الاصل، يعني نادي الزمالك بطل افريقيا سنين طويله، نادي الزمالك الملقب بالكوماندوز، نادي الزمالك اللي نقدر نقول اقوى فرقه في سواء كانت موجوده على المستوى القاري او العربي. واعتقد انه يعني برضه يعني نقدر نروح حتى خساره الماتشات دي ما تتبدلش ابدا خالص من نادي الزمالك 100% كفريق كره اليد يعني. انما يمكن احنا اللي كنا محضرين شويه احسن في البطولتين دول، فيعني الحمد لله ان ربنا كتبهم لنا. الحمد لله احتفالات اللاعبين لعيبه الترجي مع نهايه مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا قبل ما المباراه تنتهي بدقيقه تقريبا يا فندم، احنا فاهمين انه ده عرف شويه بيحصل في كره اليد، بيبقى الفريق كبير 3 أو 4 أهداف، بس دي كانت عاديه بالنسبه لك ولا شايف ان كان فيها حاجه؟ على فكره لو رجعت مباريات الاهلي والزمالك كلها هتبص تلاقي ان ما بيكون خصوصا مش مباراه في الدوري عادي او لسه ما حسمتش نتيجه بطوله، خصوصا المباريات اللي بينهم اللي كانت فيها نتيجه حسم البطوله، لو كان بيبقى الفرق كبير هتبص تلاقي بيبقى فاضل حوالي 30 ثانيه او حاجه وخلاص، يعني سواء جه هدف هنا او هدف هنا ما بيبقاش مؤثر، فبالتالي بيبقى في ضمان للمكسب وبالتالي الفرقه بتحتفل. يعني لو رجعت حتى لمباراه الاهلي والزمالك اللي موجوده قبل كده هتبص تلاقي الفريقين ايا كان منهم بيحصل نفس الكلام يعني. صحيح. في اي حته هو تقريبا شبه عرف في المباريات بتاعت كره اليد، عشان كده بس حبيت حضرتك توضح للجماهير اللي ممكن ما تكونش شافت ده قبل كده. طيب هل احمد الاحمر فعلا حضرتك مهتم تستعيره في بطوله العالم؟ طبعا احمد الاحمر من اللاعبين اللي اي حد يتمنى ان يبقى موجود معاه، بس انا عارف ان هو تقريبا نادي الخليج تقريبا هو اللي بيتكلم معاه او حاجه زي كده، يعني انا عارف ان في حد بيتكلم معاه وبالتالي هو مش متاح دلوقتي يعني. طيب يعني هل انت طلبت اي لاعبين اخرين من الزمالك في بطوله العالم؟ طلبنا، بس طبعا مستنيين ان شاء الله الرد، وان شاء الله نتمنى الموافقه ان شاء الله. القداح ولا هنداوي ولا هشام ابنك؟ لا والله ولا واحد يعني، طبعا كلهم طبعا اسماء عظيمة يعني يشرفون ان اي حد منهم بيبقى موجود معايا، بس ما حدش منهم وطبعا انا مش هقدر اتكلم دلوقتي لحد ما اشوف ايه اللي هيتم في الموضوع وان شاء الله ربنا يسهلها باذن الله. طيب هشام بقى ايه رايك في مستواه؟ كويس ولا لسه مستني محتاج شويه؟ والله هشام لما بياخد الفرصه دايما بيثبت ان هو حارس كويس بصراحه يعني. يعني يمكن كل الفترات اللي شفناها حتى مش في حتى البطولتين دول بس، حتى قبل كده الفترات صحيح اللي قبل كده كان دايما هشام لما بياخد فرصه ويلاقي فرصه دايما بيثبت نفسه فعلا، بيثبت ان هو حارس موجود يعني، بيثبت دايما وجوده في نادي الزمالك. صحيح. ودي حاجه طبعا يعني بسطاني طبعا، ويمكن كان طبعا يعني انت بتتكلم في الواحد كان بيبقى في شعور صعب، انت عارف انت بتلعب نادي الزمالك وفي ابنك وانت الناحيه الثانيه انا راجل محترف وده شغلي طبعا، ف يعني شعور يعني يمكن ما حصلش معايا قبل كده، ان انا ممكن مثلا لعبت مع مثلا منتخب الكويت او منتخب عمان، كنت بلعب مثلا منتخب مصر بس كان مثلا ابني مش موجود فيهم يعني. صحيح. يعني طبعا كانت الفكره يا كابتن باسم لما يتصدى الكوره مثلا ضد فريقك
انت لا عارف تفرح له عشان هو تصدى الكره صعبه، ولا عارف تزعل على فرقتك اللي هي ما دخلتش الهدف يعني. فانا متخيل الشعور والاحساس في اللحظه دي يعني. انا بقول لك بص، هو انا الحمد لله يعني الميزه الحمد لله ان انا كنت ان انا مش يعني مش بعتبر ان الوقف في المرمى ده ابني، فاهم قصدي؟ اه فاهم. مركز المباراه طبعا، ان انا بخلص بس شغل، عايز ان انا انجح في شغل اللي انا بعمله 100%. انما طبعا انا من قبل المباراه طبعا في تفكير شويه، وطبعا بعد المباراه برضو شويه، انما طبعا الحمد لله ان ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين. يا كابتن باسم دايما موفق، وجهه مشرفه لينا دايما في كره اليد المصريه. الكابتن الكبير كابتن باسم السبكي المدير الفني لفريق كره اليد بنادي الترجي التونسي الفائز ببطوله افريقيا مؤخرا على حساب نادي الزمالك. طبعا نزعل على الزمالك في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه قدام الترجي، بس برضو نفتخر بمدرب مصري قادر يعمل الانجازات ديت. نزعل اكتر طبعا على الزمالك، بس برضو نفرح له بكل تأكيد.